كنتمنى من الله انه العالم الاسلامي والعربي يتوحد كامه واحده وكلمه واحده، لان حان الوقت للتوحيد. لانه بالنسبه للصهاينه اعداء الله، اعداء البشريه، اللي كيكونوا هذه الحروب وكيقتلوا الناس، قيامه بالنسبه لهم هم ان شاء الله القيامه قامت وغتقوم باذن الواحد احد، لانه تفضحوا بانهم هم منبع الارهاب. امريكا الاولى والصهاينة في العالم بأسره، وبغوا يوقفونا، وقفوا المسلمين، ولكن كلمة الله إن شاء الله غادي ينصرنا عليهم. ولا كنتمنى من الله أن كل الناس تعرف أن منبع الإرهاب هي أمريكا، CIA، FBI، الموساد، وفي العالم بأسره. وهذا الوقت اللي لازم تحرر فلسطين، وإن شاء الله القيامة لهم مولنا. هذا وقت القيامة.